سلام، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نشرح تجربة 14 اللي هي بتحكي عن شيء اسمه 3 Component System. شو بهاي التجربة بدك تسوي؟ في عندك أنت سيستم مكون من 3 مركبات اللي هم عندك الأسيتيك أسيد والكلوروفورم والمي. هذا هو المقصود في الـ 3 Component System. انت بدك تشوف شو هي المينيمم amount that are miscible with each other اللي هم بيسموها البليت بوينت. هاي البليت بوينت كيف بدك تحددها؟ بدنا نحددها باستخدام الـ 3 Component System والباينودال كيرف، ونعمل التاي لاينز عشان نقدر نحدد هاي البليت بوينت اللي ما نقدرش براكتيكالي نجمعهم مع بعض. فبدك تشوف شو هي المينيمم amount دايبين ببعض. انت اول شغله شو بدك تسوي؟ بدك تجيب بيوريت بتعبيها جليشيال اسيتيك اسيد، جليشيال يعني تركيزه عالي، وتجيب بيوريت ثانيه تعبيها كلوروفورم بعد ما تكونوا منظفينها طبعا عاملينها رنس اللي بدكم تعبوه فيها، والبيوريت الثالثه بتعبيها مي. الان انت عندك جدول، هذا الجدول هي موجود عندك في الشرح هون في المانيوال. هون بالشرح بالمانيوال هيو حاطط لك هون انه مثلا مكتوب عندك بصفحه 7 انه قديش نسبه الكلوروفورم، قديش نسبه الاسيتيك اسيد، وبتعمل فيهم تايتريشن بمي. يعني انت بدك تجيب ايرنامير فلاسك، هذا الايرنامير فلاسك بدك تحط فيه اسيتيك اسيد وتحط فيه كلوروفورم، قديش بدك تحط؟ حسب الجدول. هذا الجدول حاطط لك النسب باي ماسز، بس انت هون معبي ليكويدز واحجام ببيوريت، فبدك تحول الماسز لفوليوم. احنا سهلنا لكم اياها وحطينا في الجدول زي ما هو مكتوب عندك، انه مثلا اذا كانت النسبه 80% يعني بدك تحط 16 جرام كلوروفورم. هيك حاط لك في الجدول، انه مثلا هون البيرسنت للكلوروفورم 80%، طبعا نبلش من 80 زي ما هو راح يكون واضح عندك بالفيديو العملي، ما راح نبلش من 90. هاي معناها 80% انه الماس تاعت الكلوروفورم بدها تكون 16 جرام. انا ما عندي ماسز، بدي استخدم احجام، فهو كاتب لك الدنسيتي لكل وحده تحت الجدول هون، دنسيتي للمي، دنسيتي للكلوروفورم كاتبها تحت الجدول، والدنسيتي للاسيتيك اسيد. الكلوروفورم هنا 1.47 تقريبا، المي معتبرها 1، الاسيتيك اسيد هنا 1.05، هاي الدنسيتي جرام بير ملي طبعا، لان هاي بحولها لحجم. هذا هو اللي بدك تمشي عليه، العمود الثالث اللي هو الحجم بالملي لتر. بعد ما تشوف مع الدنسيتي والماس بيطلع معك هون 10.9. نفس الحكي حاط لك اياه في الاسيتيك اسيد، حاط لك هون وزنة الاسيتيك اسيد، كاتب لك اياه هون 4 جرام، لما تحولها لحجم تطلع تقريبا 3.8 مللتر. فانت بدك تمشي على هذا الجدول، كنت 2، كنت 3، كنت 4، هذا الجدول في عندك فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 عينات بدك تشتغلهم. هدول الثمانية كنتوا 2، واحد بيشتغل 4 والثاني بيشتغل 4، كنتوا 3 بتقسموهم بيناتكم كمان بحيث انه يشتغلوا وياكم كلكم تشتغلوا فيهم، مش انه واحد بس يعبي، واحد يعمل تايتريشن، واحد يجيب ايرنامير فلاسك ينظف، لازم كل واحد يشتغل له مينيموم عينتين بهي الشغلة. يعني انا مثلا بدي اشتغل هاي 80%، بجيب الايرنامير فلاسك بحط اسيتيك اسيد قديش؟ هي زي ما هو كاتب عندك، اسيتيك اسيد بحط 3.8. انت مش شرط تمشي على هاي الارقام بالضبط او زي ما هو كاتب لك بالجدول، بس انت اذا بدك اذا تغيرت معك بتكتب شو اللي انت ضفته عشان تقدر تحسب حساباتك اللي راح تتعلمها بعد شوي. فبتحط مثلا الكلوروفورم 10.9 وتحط اسيتيك اسيد 3.8، هلا بتيجي بتعمل تايتريشن بمي. هاي التايتريشن بالمي بدون انديكيتر، والهدف منها انك تضلك تضيف مي تضيف مي لحديت ما تصل الاند بوينت. شو هي الاند بوينت؟ تيربيديتي ابيرز، تظهر معك العكاره. فانت طول ما انت بتضيف مي وفيش عكاره يعني هم الثلاثه دايبين ببعض. فانت تشوف بهذا اول واحد هون نشتغله، بدك تشوف قديش احجام قديش حجم المي بدك تضيفه على هدول وظلهم سوليوبل وذ ايتش اذر. لما تصل لنقطة انه صاروا انميسبل وذ ايتش اذر بتظهر عندي العكارة، بتوقف اضافة المي. فهيك صاروا الثلاثة كومبوننتس موجودات مع بعض ودايبين مع بعض في هاي العينة. تيجي على العينة اللي بعديها اللي هي مثلا هون كاتب لك 70،
60 50 لحديت 10%، وكاتب لكم عن كل وحده كم الحجم تاع الكلوروفورم، كم الحجم تاع الاسيتيك اسيد، وبتعمل لهم تايتريشن بمي عشان تعرف قديش بدك تضيف عليهم مي يكونوا مسبل وذ ايتش اذر لحديت ما يصل زي ما حكينا الاند بوينت وتظهر عند التربيديتي. شو الهدف من هذا الجدول؟ انك بدك تحدد الباينودال كيرف اللي هو بيكون فاصل بين المسبل وذ ايتش اذر كومبوننتس وين تبكونوا المسبل وذ ايتش اذر. ففيش داعي مثلا انك انت كل مره تيجي بدك تشتغل هاي التجربه تعرف وين تكونوا دايبين وين مش دايبين. فمن الكيرف هذا بعرف اني النسب بتكون دايبه مع بعض شو ما كانت النسب، واني النسب بتكون مش دايبه مع بعض. فانت هذا الهدف منه تحدد الباينودال كيرف اللي بيفصل بين المسبل والامسبل بارت من هاي الثري كومبوننت سيستمز. كيف بدك تحدد الباينودال كيرف هذا؟ في التلخيص هون كاتب لك انه انت بتيجي كاتب لك هون بالتلخيص في عندك هذا المثلث، هذا المثلث هو اللي بدنا نحدد عليه الباينودال كيرف. هذا المثلث موجود معك في التجربه هون بالدوسيه، موجود باخر صفحه ورقه مرفقه فيها المثلث اللي بدك تشتغل فيه. برفق لكم اياها وموجوده معاكم يمكن بتكون كمان في التلخيص. موجود عليه هذا الجدول، وبهذا الجدول كاتب لك هون على الراس اسيتيك اسيد، وهون كاتب لك مي، وهون الكلوروفورم. اول نقطه تفهمها بهذا المثلث انه شو بتمثل هاي الخطوط. وفي عندك هون بتكون خطوط كثير مقسمه هيك هيك تقريبا، انا هون بس ينقسم بشكل متساوي لكل واحد من هذول الكومبوننت. هاي الخطوط اللي قاعد برسم فيها جاي قبال مين؟ جاي قبال الاسيتيك اسيد، فهاي بتمثل نسب الاسيتيك اسيد. هاي راس الاسيتيك اسيد، راس المثلث اللي عند الاسيتيك اسيد بيمثل 100%. لان كل خط من هذول حسب الجدول او حسب الرسم المثلث المعطيه معكم، كل خط ب 5%. فبالتالي هذا بنقص هون بصير هون 95%، هون 90، هون 85%، هون 80%، هون 75 اتسترا لحديت هون شو توصل 0% اسيتيك اسيد. بالمقابل في هاي الخطوط اللي قبال المي اللي هي تكون هون مرسومه هيك، هاي الخطوط بتمثل نسب المي. فكل الخطوط مقابل اي راس بتمثل موجود على الراس، فهادي للمي بهاي الطريقه تقريبا. الان هون شو هاي؟ 100% كلوروفورم. اني الخطوط المقابله له؟ المقابله له اللي هي هاي. فانت الجدول مرسوم معك هيك بهاي الطريقه، هاي معنى الخطوط الموجوده هون. فوين 0% من كلوروفورم؟ 0% هيو. وين 100%؟ هيو. وين مثلا 80%؟ بتعد هاي 100 95 90 85، هذا الخط بمثل 85% كلوروفورم. هذا هون النقطة 100%، هذا الخط هون بمثل 0% مي. هون عندك هذه 100%، هون 0% اسيتيك اسيد. فهذا هو شرح مبسط لمعنى الجدول او معنى الرسم هاي المثلث اللي معاكم عشان تحدد عليها الباينودال كيرف. على هاي بدك انت ترسم الباينودال كيرف. كيف بدي ارسم الباينودال كيرف؟ من القيم اللي بتطلع معي هون. هلا انت عرفت حجم الاسيتيك الكلوروفورم هيك ضايفه وحجم الاسيتيك اسيد ضايفه، بعد هيك بدك تشوف قديش بدك تضيف مي. المي قديش بدي اضيفها؟ لحديت ما وصل للاند بوينت التربيديتي ابيرز. عندها بكتب الحجم، مثلا صار التربيديتي عند 5 مل، بكتب هون 5 مل ضفناهم لعندها كانوا دايبين ببعض، بعدها بصيروا امسبل وذ ايتش اذر. هلا شو بدك تسوي؟ تحسب نسبة الاسيتيك اسيد، نسبة الكلوروفورم، نسبة المي. كيف بدك تحسبهم هدول؟ بدك شو تسوي؟ بدك تجيب النسبة هاي اللي هي عبارة عن ماس الاسيتيك اسيد على التوتال ضرب 100%. من وين بدي اجيبها؟ مع الحجم هيو، هذا الحجم تاع مع الماس هيها تاعت الاسيتيك اسيد اللي احنا حطيناها على التوتال ماس. التوتال ماس اللي هي تكون ماس هاي الكلوروفورم زائد ماس المي زائد ماس اسيتيك اسيد اسف زائد ماس المي. هون الدنسيتي المي واحد، فين 5 مل نفسها شو بتكون؟ 5 جرام. فمعك هيها هاي بتصير 5 جرام، وهذه موجوده في الجدول هيها، وهذه موجوده في الجدول هيها، هاي هي التوتال ماس. بقسم انت هون نسبه الاسيتيك اسيد هذه على هذول التوتال ضرب 100%، بتطلع نسبه الاسيتيك اسيد.
نفس الحكي للكلوروفورم ونفس الحكي بالنسبه للمي. نسبه المي اللي هي ماس المي 5 جرام على التوتال. هذول الكلوروفورم 4 جرام، الكلوروفورم اسف 16 على التوتال، الاستيك اسيد 4 على التوتال. هيك بحسب النسب لكل وحده. باجي هلا على الكيرف هذا اللي هون وبحدد هذه النقطه اللي بكونوا الثلاثه متقاطعين عليها. فمثلا كانت عندك النسبه مثلا اكزامبل هون 30% طلعت استيك اسيد مع 40% طلعت كلوروفورم و 30% طبعا راح تكون المي. هذول الثلاثه دايبين ببعض مثلا بهاي العين. بدك تحدد هاي النقطه وين بيجوا. 30% استيك اسيد ولا استيك اسيد هيو هون 100% استيك اسيد. ركز معي، 30% مش تيجي تنزل من هون، خلص اطلع من فوق 0 5 10 15 20 30 مثلا هيو. هون بقلم رصاص بتعمل هذا الحكي، انه يمكن تخربط وتعيد تعيد، بقلم رصاص بتحدد هي 30% هيك بتعمل تضليل على الخط الموجود اصلا. مثلا ما طلع معك 30%، طلع معك مثلا 22.5%، مش شرط يطلع معك ارقام هول نمبر صحيحه، 22.5 بتقربها ل 20، مش حاسبك انا على الملي، بتقربها ل 20 او 23 اللي بتشوفه مناسب واسهل الك، فهي حددناها، هذه بالنسبه للاسيتيك اسيد. الآن هذه 40%، يمكن تكون عندك هاي 37.5، اعتبرها 40. الكلوروفورم وينه؟ هيو هون 100 هون 0 5 10 15 20 30 40 هيو تقاطعوا هون. هذا الخط الكلوروفورم وين تقاطعوا؟ بهاي النقطة. الآن تلقائيا راح تكون نسبة المي هون كمان راح تلتقي، يعني محلاها هم مش الثلاثة يلتقوا بنقطة واحدة، لازم المي تطلع معك صحيحة وتيجي عند هاي النقطة كمان. هيك حددت أول نقطة بالكيرف من أول عينة. بشتغل نفس الحكي بالعينة الثانية والثالثة والرابعة اللي هم الثمان عينات اللي بدك تشتغلهم. فهون تطلع معك نسبة المي، المي اللي هي هون تتكون هيك تمشي راح تلتقي هون. هي هذه كلها الثلاث خطوط حطيناها لأول عينة، نفس الحكي بتشتغل العينة الثانية بتطلع معك نقطة هون، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. فيش عندي جلام لون ثاني كان أحدد لكم إياهم. فبالتالي أنت حددت هاي النقط، بعد ما تحدد هاي النقط مش شرط تمشي مع النقط نقطة نقطة، بتختار وبترسم أحسن كيرف يمر في هاي النقط. فباجي بختار برسم بقلم رصاص مثلا هذا الكيرف هيك. هذا الكيرف هو اللي بسموه باينودال كيرف، وهو اللي على اساسه بفصل بين السوليوبل والانسوليوبل او الميسيبل والانميسيبل بارت. هذا حددنا اول بارت في هاي التجربه اللي هم باينودال كيرف. كل هذا عشان ايش؟ ما نحدد لسه احنا التاي البليت بوينت، ضايل النقطه الثانيه تحددها عشان تقدر تحدد البليت بوينت. شو هي التاي لاينز؟ التاي لاينز شو بتسوي؟ بعد ما تخلصوا هذا الشغل تيجي تشتغل البارت الثاني من حدد منه التاي لاينز، وبتكتب له بالدسكشن شو بيمثل الباينودال كيرف، وين بكون مسبل وذ ايتش اذر وين مسبل وذ ايتش اذر، وتكتب لي التاي لاينز شو تعريفها وكيف بنحددها. بتحدد لي العينه وحده كيف بنحددها، الباقي بتحسبه على جنب. التاي لاينز كاتب لك بالبروسيجر هون انه انت بدك تجيب 20 جرام ميكتشر. ميكتشر من ايش؟ من كلوروفورم واسيتيك اسيد ومي. هدول يكونوا التوتال، انت بعدين كيف تحسبها؟ توتال ماس لهم 20 جرام. كاتب لك هو بالبروسيجر 20 جرام من الميكشر نسبة كل واحد فيهم هيها موجودة عندك، مثلا هذا 35% مكتوب عندك بده يكون نسبته، وهذا بده يكون 25%، هي صاروا 60، وهذا بده يكون 40%. إذا أنت بدك تاخذ نسب من توتال ماس 20 جرام، شو بتسوي؟ تيجي تضرب 20 جرام ضرب 35%، بيطلع جرامات الكلوروفورم CH Cl3، تيجي بتحولها لحجم، من وين؟ من الدنسيت اللي معي، بيطلع معك الحجم. كمان بتشتغل نفس الحكي للأسيتيك أسيد، 20 جرام ضرب 0.4، بيطلع معك جرام الأسيتيك أسيد بتحوله لحجم. نفس الشيء المي اللي هي عباره عن 20 ضرب ربع او بتطرحهم من 20، بيطلع معك جرام مي وبتحولهم لمل. هيو
هذه قديش بدك يعني تاخذ حجم كلوروفورم، وقديش حجم اسيتك اسيد، وقديش حجم مي. هذول اللي بيهموني. تيجي كيف بدك تجيبهم هذول؟ مش بايرلمير فلاسك، بدك تجيبهم هذول بسيباراتوري فانل زي ما حتتعلم بالفيديو العملي. بتجيب السيباراتوري فانل وبتيجي على بيوريس هاي المعلقه. قديش بدك كلوروفورم؟ بتنزلهم في السيباراتوري فانل. قديش بدك اسيتك اسيد؟ بتنزلهم بالسيباراتوري فانل. قديش بدك مي؟ بتنزلهم فوقيهم بالسيباراتوري فانل. وزي ما حتتعلم بالفيديو العملي بتسكر هذه السيباراتوري فانل، بتخضهم شوي، بعد هيك بتشيل الغطا، ما تنساش انك ما تشيلوش. بعد هيك تستنى عليهم يفصلوا تو لايرز، وحده اورجانيك لاير وحده اكيوس لاير. اني الاورجانيك لاير اللي فوق ولا اللي تحت؟ حسب الدنسيتي الاورجانيك 1.5، الاكيوس 1. اذا مين بده يكون تحت؟ الاورجانيك، وفوق الاكيوس لانه اخف. الان عندك انت بكون هون طبقتين، هي مثلا السيبراتوري فانل تقريبا هيك جاي، وهي هون السيبراتوري فانل هيك جاي، وهي هون، وهي هون الغطا شلناه، وهي هون مفصوله تو لايرز. هلا هون عندك الكلوروفورم، وهون عندك المي. شو جاي موزع بيناتهم؟ الاسيتيك اسيد. فهون عندك اسيتيك اسيد، وهون عندك اسيتيك اسيد. بس وين اكثر بكون؟ بالاكيوس، لانه بولاريتي فيه اكثر. يعني شو بتيجي بتسوي؟ بتجيب هاي السيبراتوري فانل زي ما رح تتعلم بالفيديو العملي، وبتجيب ايرنامير فلاسك. هذا الايرنامير فلاسك بكون حاطه على الميزان ومصفر عليه، ما بدي وزنته. وبتجيب السيبراتوري فانل بتحطها فوق الايرنامير فلاسك، وبتفتح الغطاء او بتفتح الستوب كوك اللي هون، بتنزل عندك الاورجانيك لاير. بصير معك هيك ماس الاورجانيك لاير. وبتحط عليها نقطتين انديكيتر فينونفتالين، وبتعملهم تايتريشن في بيوريت رابعه بدك تكون علقتها. هاي البيوريت الرابعه شو فيها؟ NaOH تركيزه 2 مولر. فانت بدك تعمل تايتريشن لللاير كامل، اورجانيك لاير والاكيوس لاير نفس الحكي. وبده يكون تركيز الانيواتش 2 مولر على علمي، هيك شيء. فبتنتبه على هاي النقطة. هي كاتب لك اياها بالبروسيجر، بدك تعمل تايتريشن ب 2 مولر لللاير. انت لمين بتعمل تايتريشن في اللاير؟ للاسيتيك اسيد. فانت هيك بتعرف تيجي بتحكي مولات الاسيتيك اسيد بتساوي مولات الNaOH ويساوي ام في في باللتر، وبطلع معك المولات تاعت الاسيتيك اسيد. تيجي بتطلع جرامات الاسيتيك اسيد. مفهوم؟ فهي النقطة تنتبه لها. الان الاكيوس لاير من وين بدك تطلعها؟ مش من هون تنزلها، من فوق. تيجي بتنزل الاكيوس لاير كمان على على ايرنامير فلاسك ثاني، وفي فينونفتالين ومصفر عليه، وبتوزن هاي اللاير وبتعمل لها تايتريشن لبني واتش. فانت السيباراتوري فانل هاي بدك تعمل تو تايتريشن بروسيسز، واحده للاورجانيك لاير واحده للاكيوس لاير. بالتنتين بدك تعرف قديش عندك كميه الاسيتيك اسيد، بالتنتين في عندك اسيتيك اسيد معمول له معايره بالاني واتش، وبالتنتين بدك توزن اللايرز. ليش؟ عشان بعد ما تطلع هذه الاسيتيك اسيد تيجي بتحكي نسبه الاسيتيك اسيد في كل لاير. مثلا هنا في الاورجانيك احنا بنشتغل قاعدين، بتساوي ماس الاسيتيك اسيد اللي طلعتها من التايتريشن على ماس اللاير. عشان هيك وزننا اللاير ضرب 100%، تطلع نسبه الاسيتيك اسيد في الاورجانيك لاير. هذه الحسابات بترد تعيدها في الاكيوس لاير، هيك بتطلع نسبه الاسيتيك اسيد في الاكيوس لاير. هاي السيبراتوري فانل الأولى، بتعيد هذا الحكي والنسب هاي للسيبراتوري فانل الثانية، بس بنسب ثانية مختلفة هون. هون بقول لك كاتب لك النسب، هون كاتب لك إنه هون 40%. هاي السيبراتوري فانل الأولى وهي الثانية. وهون عندك بعد هيك 30% مي. وعندك هون الباقي اللي هو 30%. فهذه سيبراتوري فانل وهذه سيبراتوري فانل. سيبراتوري فانل هاي تايتريشن مرتين، وبتعرف نسبة الاسيتيك اسيد في الاورجانيك وفي الاكيوس، وهاي سيبراتوري فانل مرتين للاورجانيك وللاكيوس، وفي كل الحالات بدك توزن اللاير وتعملها تايتريشن باني واتش واستخدام الفينولفترين انديكيتور. ليش بنعمل هذا الحكي؟ عشان نحدد التاي لاينز. ف
فالسيبراتوري فرن عشان نحدد التاي لاينز، هذا الجدول عشان نحدد الباينودال كيرف، وكل هذا الحكي التاي لاينز والباينودال كيرف عشان شو بدنا نحدد البليت بوينت. هلا انت شو بدك تسوي بالتاي لاينز؟ هي حددنا مثلا النسبه الافرض طلعت هون 30% مثلا اسيتيك اسيد في الاورجانيك لاير، وين الاسيتيك اسيد؟ هيو كم 30%؟ بتكون مثلا هذا الخط، هيو انتبه عندي هلا، هذا الخط 30% اسيتيك اسيد، وين؟ في الاورجانيك لاير. وين الاورجانيك؟ عند المي ولا عند الكلوروفورم؟ عند الكلوروفورم. فبتيجي بتحط النقطة هون على الكيرف نفسه، ما بحطها هون، هون 30، هذا الخط كله 30، بس انا حطيتها هون انها جهه الاورجانيك. الان هون بالاكيوس شو تكون النسبه؟ راح تكون النسبه مثلا اعلى من الاورجانيك، لانه الاسيتيك اسيد بدوب في المي اكثر. افرض انها كانت مثلا 50%، وال 50% هي اسيتيك اسيد، هون كانت 30، هي 50 هون مثلا. وين النقطه؟ هيها على الكيرف، جهه المي هون مش جهه الاورجانيك. هاي النقطة في الاورجانيك وهي النقطة في الاكلوس، فاجي بوصل بيناتهم بخط. هاي التاي لاين الأول من السيبراتوري فانل الأولى، ولازم تنتبه إنه الخط بده يكون مايل هيك، نازل عند الاورجانيك وطالع من عند الاكلوس، تكتبوها بالدسكشن. هذا بدل على إنه السوليوبيليتي للأسيتيك أسيد في الاكلوس أكثر منه في الاورجانيك، مش لازم يطلع معك هيك، هيك غلط. هذا بيعني انه الاورجانيك بدوب فيه لاستيك اسيد اكثر من الاكلوس، وهذا الحكي مش صحيح. فلازم يطلع معك الخط مايل بهذا الاتجاه، من الجهه هاي اللي على اليمين اعلى من الجهه هاي اللي على الشمال، نفس الحكي بتعمل بالتاي لاين الثاني، بيطلع معك هيك الخط. هاي نفس تقريبا الخط الاولاني، يا فوقي يا تحتي حسب النسب. يعني شو بتيجي بتسوي؟ بدك تحدد البليت بوينت اللي هو كل تجربتنا عشانها. بتيجي هذا الخط هي اللي حددناه، بتيجي بتمده هيك. Extrapolation. وهذا الخط اللي حددناه الثاني بتمده هيك Extrapolation. وين التقوا مع هذا الخط؟ البيس تاعت المثلث هون. التقوا هون. بتيجي بتعمل مماس من هون وبتشوف وين بصير مماس هون. هي عمل مماس هون. إذا هاي هي البليت بوينت. بتيجي بتحكي إنه هاي هي البليت بوينت ونسب الأسيتيك أسيد فيها هالقد، والكلوروفورم هالقد، والمي هالقد. هيك بكون حددت الباينودال كيرف من الجدول الاولاني، تاي لاينز من السيبراتوري فانل التنتين، والبليت بوينت من الباينودال كيرف مع التاي لاينز. تكتب بالدسكشن هنا بعيد شو معنى الباينودال كيرف بيمثل، وين بكونوا دايبين جوا الكيرف ولا برا الكيرف، التاي لاينز شو هي معناها، والبليت بوينت شو معناها. وبتحدد هاي الكالكوليشنز كلها، بتعمل للتنتين سيبراتوري فانل كالكوليشنز بالتقرير، لكن هون بتورجيني الكالكوليشنز لعينه من هاي العينات بس، وبتحدد قديش نسب البليت بوينت الموجوده معك. يعطيكم العافيه.